الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله إخواني وأخواتي، وأرحب بحضور سماحة آية الله الشيخ الواعظي وسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حجازي الذي وصل بالأمس ضيفا عزيزا كريما من لبنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بوجودهما في هذه الليلة. الحديث حول ضوابط الفتوى الشرعية وآلياتها في مدرسة أهل البيت. نحن نعلم أن المرجعية في الإسلام لله بالأصالة، فالله سبحانه وتعالى هو المرجع في الأحكام، ثم بعد ذلك بالتفريع لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينطق عن الله. وقد بيّنت آيات الكتاب العزيز هذه المعاني بإعطاء الصلاحية للتشريع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم من بعد الرسول صلى الله عليه وآله كانت المرجعية للأئمة الأطهار المعصومين عليهم السلام، الذين نص عليهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم بعد دور الأئمة عليهم السلام كان الأمر للفقهاء العدول الجامعين للشرائط، كما ورد ذلك في نصوص كثيرة في التوقيع الشريف وغيره. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، والنص الآخر: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلبوه. وقد حافظت مدرسة أهل البيت عليهم السلام على مستوى عال من الانضباط في الفتوى، مع بقاء باب الاجتهاد مفتوحا. مدرسة أهل البيت عليهم السلام أبقت باب الاجتهاد مفتوحا وحافظت على الانضباط في مسألة الفتوى، في حين أن مدارس أخرى رغم أنها أعلنت إغلاق باب الاجتهاد إلا أنه حدثت في تلك المدارس حالة مما يسمى بانفلات الفتوى، بحيث أصبح كل من هب ودب أو قرأ كتابا يعطي لنفسه الحق في الفتوى. ولهذا نرى في العصور المتأخرة هذه الحالة من الانفلات، بحيث صار البعض ممن تنطع على الدين أو ادعى العلم أن يعطي لنفسه الحق في الفتوى والخوض بالدماء والأعراض، وما نراه اليوم يحدث في عالمنا الإسلامي من ظهور لحركات تكفيرية تخوض في الدماء وتستند كما تقول إلى فتاوى علماء كما تدعي، وهذا مخالف طبعا لما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في النصوص الشريفة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي ضوابط الفتوى الشرعية وما هي آلياتها كما وردت في مدرسة أهل البيت؟ لعل خير من يحدثنا في هذا المجال الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة آية الله الشيخ الواعظي. أنا قبل أن أدعوه فقط أذكر هذه الطريفة، لأنه لما اتصلت بسماحة الشيخ ذكرت حادثة تروى، أنا لا أدري الآن مدى سند هذه القصة ولكن تتناقل، أنه في يوم من الأيام توفي اثنان أحد العلماء، لعله حسب ما يحضرني الآن العلامة الحلي لعله، ودفن في النجف، وفي نفس الليلة دفن هناك رجل من المعدان كما نسميه في العراق، ناس البسطاء. وفي بداية الليل حضر منكر ونكير إلى المقبرة، طاف بالمقبرة يبحثون عن من دفن في هذه الليلة، فقال أحدهما للآخر: هناك شخصان دفن في هذه الليلة، هذا المعيدي وهذا العلامة.
فقال إذا نبدأ بالمعيد لأن ما عندنا شغل شيء كثير معه، يعني المعيد سؤالين نخلص منه ثم بعد ذلك نتفرغ لهذا العالم. فجاءوا إلى المعيدي، أجلسوا من النوم، عرفوا عن أنفسهم، معك منتهى ونكير وعندنا كم سؤال معك تفضلوا. فسألوه من ربك؟ قال ربي علي. بالمعدان أهل العراق يعرفون بعض القرى يكسرون العين في علي عليه السلام ويقولون علي. فسألوه من ربك؟ قال علي. قالوا ربك؟ قال علي. قال طيب من نبيك؟ قال علي. إمامك؟ علي. قال هذا ما يعرف غير علي، فترك كاف ما نحتاج من شيء تركه. فالعلامة كأنه يرى ما حدث، قال والله القضية كلش سهلة إذا كلهم علي تخلص. فجاءوا للعلامة أجلسوا عرفوا نحن منكر ونكير ونحتاج أسئلة كم سؤال. جلس حياكم الله تفضلوا من ربك؟ قال علي. قالوا ربك؟ قال علي. قالوا له مولانا ذاك معيد ما يعرف غير علي، أما أنت أترك عنك هل احتاجت فيك. أنا اتصلت مع أستاذنا سماحة الشيخ الوعمي وقلت أمثالك لا يطلب منا موضوع مثل علي هكذا حديث معتاد، لا احنا في شيء ان شاء الله تفيدنا بحضورك وفي في لندن ومجيئك، نحاول ان نستثمر هذا الوجود المبارك. والاستاذ الشيخ الوعمي حقيقه اساتذه الحوزه العلميه المبرزين حقيقه، ولا نريد ان نمدح انسان بوجهه، ولكن حقيقه ذكر الفضل لاهل الفضل واجب. فطلبنا منه ان يحدثنا عن هذا العنوان ضوابط الفتوى الشرعيه والياتها في مدرسه اهل البيت. كيف استطاعت مدرسه اهل البيت عليه السلام رغم انها فتحت باب الاجتهاد ولكنها استطاعت ان تضبط قضيه الفتوى في حين نرى مدارس اخرى اغلقت باب الاجتهاد ولكن هناك انفلات في حاله الفتوى الذي انتج هذا العنف وهذا التطرف وهذا البشاعه في الاجرام وكله ياتي ضمن كما يدعون فتاوى شرعيه ولكل جماعة إرهابية اليوم مفتي في داعش وماعش وقاعدة وغيرها كلها لها مفتين ويفتون ولا ندري من أين يأتون بهذه الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان. حقيقة ننتهز هذه الفرصة بوجود سماحة الشيخ الواعظي نستقبله ندعوه لإلقاء الكلمة والمحاضرة وندعوه ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Thank you.
الكتاب والسنة الشريفة تحذير قوي وشديد بالنسبة للتصدي للفتوى وغير علم. هناك آيات كثيرة من جملتها ما تلقى علينا أخونا القارئ حفظه الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. شيء مظلوم في الآية التي قرأها، لأنه مطروح الأظلم من هكذا إنسان يفتري على الله، يفتي بشيء لا يقوله الشرع. في آيات أخرى أيضا: الله أذن لكم أن على الله تفترون، إلى آخره. الفتوى بغير علم وبدون ضوابط محظور وممنوع في الشريعة المقدسة، ومن يتصدى لذلك مدان. الروايات أيضا كذلك: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من أفتى بغير لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. في مضامين الأسامي الصحيحة موجودة في الكتاب الشريف في غيره: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأمثال هذه الروايات كثيرة. ولذلك سيرة فقهاء علماء الأبرار رضوان الله عليهم جميعا كانوا يتحاشون ويتجنبون التصدي لمنصب الفتوى إلا إذا انحصر الأمر فيهم وتعين الوجوب عليهم، وإلا أحدهم كان يحيل الأمر إلى الآخر، يتجنب، يرفض، يتحاشر. أحدهم كان يبكي عندما سألوه أن يتصدى لمنصب الفتوى والمرجعية، كان يبكي بكاء عاليا ينقل عن المرحوم الشيخ السيد الشيرازي، سيد مرزا حسن الشيرازي صاحب قضية التنبار بعد مرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، عندما طلبوا منه أن يتصدى لمنصب المرجعية كان يرفض، إلى أن 70 نفر من فقهاء النجف من كبار علماء وتلامذة مدرسة الشيخ الأنصاري جاءوا إليه وشهدوا بأنك أنت الأعلم والأجدر، 70 نفر من الفقهاء، إلى أن اقتنع وتصدى لمنصب المرجعية. هكذا كانت سيرة علماء المنصب، منصب خطر، أن ينسب، أن يفتي وينسب إلى الشرع لعله يخاف أنه يشتبه في فتوى ويقول بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. هذه كانت هكذا سيرة علمائنا. رأيت عبارة العالم الجليل سيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، وصايا يوصي بها ولده في هذا الكتاب، يذكر أنه شنو أنا وين درست، من تتلمذت عند من، عند جدي والرام ابن أبي فراس ووالدي وكذا وكذا، يعدد مشايخه وأساتذته. بعد ذلك يقول: بعد هذا العمر الطويل اللي درست وتفقهت في الدين، فذلك هذه التعبيرات طلب مني بعض أساتذتي ومشايخي أن أتصدى للفتوى كرؤساء السابقين، يعني راجع للسابقين شريف طوسي الله الحلي معقل الحلي وسلطانة، أنا أتصدى للفتوى بعد هذا الجهد الطويل العلمي. ولكن عندما رأيت أن أقرأ لكم نص العبارة الأول،
يصبح على الناس وأفتيهم وأسلك سبيل الرؤساء المتقدمين فوجدت الله، لاحظوا العبارة السلام عليكم ورحمة الله، فوجدت الله عز وجل جل جلاله يقول في القرآن الشريف لجدك محمد صلى الله عليه وآله باعتبار السيد المتولى أيضا لجدك محمد صلى الله عليه وآله، الله يقول له في القرآن الشريف صاحب المقام المنيف ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاضرين. يقول أفرأيت أن هذا التهديد من رب العالمين لأعز الناس عليه من الأولين والآخرين يجي يهدد الله تبارك وتعالى، يقول تفتري علينا شيئا تتقول علينا شيئا لم نقوله هكذا نصنع به يا محمد يا رسول الله. هذا خطاب الله لنبيه، يقول لما رأيت هذا التهديد من الله لرسول الله فكرهت وخفت من الدخول في الفتوى حذرا أن يكون فيها تقول عليه. يجوز أشتبه في المكان وأتخطى الضوابط وأنسى إلى الله تبارك وتعالى. هذه كانت سيرة علماء وفقهاء، لأن المسألة صعبة جدا تصدي لمسألة الفتوى وإفتاء الناس. أولا تقول على الله أحيانا يصير إذا صار به تسامع، ثانيا تحمل مسؤولية عمل الناس. فاعتزلت عن أوائل هذا الحال قبل التلبس بما فيها من الأهوال، يعني أنا مو قاصد عندي علم درست فلان فلان وصلت إلى ما وصلت، لكن شفت هذا التهديد من الله لرسول الله وهو أعز الخلق عليه خفت تركت الفتح. مع الأسف في يومنا الحاضر نرى ما نرى نومي مالي ستعجل لعله تكارب على التصدي لهذا الناس قبل بعض الناس اللي هم ليسوا بالمستوى بلا شك. خب من إخواني الآخرين خب حدث ولا حرج وراك خبيج رفع القلم، لكن حتى مع الأسف من بعض هذه المنصب منصبون خطير هذا الذي يتصدى للفتوى يتحمل عمل الناس. أصلا كلمة التقليد هو شنو يعني؟ يجعلون الناس المقلدين لذلك الشخص المفتي يجعلون عملهم كالقلادة في رقبته، هذا معنى التقليد، يقلدونه يعني يقلدونه عملهم يجعلون عملهم كما يقول السيكولوجي رحمة الله عليه في دروسه المحفوظه معنى التقليد هذا يجعلون عملهم قلادة في رقبته ولن يتحمل ذلك. وشلون هذا يتحمل أبزار الناس وأعمال الناس؟ الرواية الشريفة عن أبي جعفر عليه السلام وهذا كان تتمته عن أبي جعفر عليه السلام بسند تام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بالفتيان. تحمل كل هذا، لذلك حق كل الفقهاء الأقدمين كانوا يهربون يتجنبون التصدي لهم هذا المنصب، لأنه صار واجب تعيين عليهم على تعيين الأمور وحاله. على أي حال، طبعا كلما ابتعدنا عن عصر المعصومين عليهم السلام
يصبح الفتوى والاجتهاد أصعب، ومعرفة حكم الله تبارك وتعالى أصعب، وهناك الغموض والإبهام في الحكم الشرعي يكون أكثر. كل ما كنا أقرب إلى عصر المعصوم على الإنصاف والمسألة أسهل، أكو اتصال مباشر بالمعصوم عليه يسأل يستوعب الحكم الشرعي، معالم الحكم الشرعي واضحة باعتبار المعصوم موجود بين الناس وبسهولة واحدة يصل إلى الحكم الشرعي. كلما حصل ابتعاد وطال الزمان العملية تكون أصعب. يدل على صعوبة الاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعي وصعوبة الفتوى وهذا الاختلاف اللي نجده بين فقهائنا في فتاوى، نجده أن المسألة مو هينة، مو صعبة، مو سهلة. الرسائل العملية انظروا إلى هذه الرسائل العملية، فتاوى مختلفة في مسألة واحدة لكن مختلفين في الحكم الشرعي، وهذا الاختلاف يدل على أن المسألة ليست هينة وسهلة، وإلا صالح كان يكون اتفاق فيها ملابسات وغموض كثير تتدخل في الاستنباط أمور كثيرة، المباني مختلفة في عملية الاستنباط، وهذا أدل دليل على أن المسألة ليس هي صعوبة مشكلة. أحيانا يعني ترى الاختلاف في فتاوى شخص واحد، مرجع واحد، فقيه واحد في زمان يفتي بشيء وفي زمان متأخر يفتي بشكل آخر في نفس المسألة يتغير فتوى. يعني ينتبه إلى أنه أخطأ يرجع. الشيخ الطوسي رحمة الله في كتاب من كتبه يفتي بشكل، في كتاب آخر يفتي بشكل آخر. العلامة الحلي عندك مجموعة كتب فقهية، في التذكرة يتكلم بشكل ويفتي بشكل مختلف، مثلا يفتي بشيء آخر يتغير فتوى. معنى أنه المسألة ليست بالأمر الهي. الله يرحم السيد الخوي على الله مقامه، في الطبعة الثالثة أظن كان الرابعة من كتاب منهاج الصالحين كان كاتب في المقدمة أنه في هذه الطبعة تغيرت كثير من فتاواي، انتبهوا لأني كنت أعتمد مثلا على رجال كامل الزيارات وتبين لي خطأ هذا المبنى، ورجال كامل الزيارات بابه مثابت لم يثبت وثاقتهم، يعني عدلت عن ذلك المبنى. خب رجال كامل الزيارات جد بالمئات والرواة اللي موجودين في كتاب قبل الزيارة وإلهم روايات كثيرة، كنت أعتمد عليها، الآن تبين لي أنه لا يجوز الاعتماد عليه، ولذلك غيرت كثير من فتاواي. فعلى المقلدين أن ينتبهوا ويصححوا عملهم وفق هذه الفتاوى الجديدة بالطبع، أظن الطبعة الرابعة كانت أو الثالثة ما أدري، المقدمة كانت تعتبرش مجموعة من فتاوى تغيرت على أساس تغيير مبنى رجالي واحد. هذا شيء طبيعي. زين، إذن لابد أن شو نصير؟ ماذا نعمل؟ نغلق باب الاجتهاد؟ هذا ما موجود في مدرسة أهل البيت عليه السلام. باب الاجتهاد مفتوح، لكن لابد أن تكون هناك ضوابط. نحن في عصر الغيبة، بعد الطريق منحصر في هذا، نرجع إلى أهل الخبرة، نرجع إلى الفقيه حسب ما أردنا. أئمتنا عليهم السلام، الشريعة هكذا، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث، فلابد أن نرجع إلى هؤلاء، لكن لا نرجع إلى أي شارج موارد حسب تعبير سماحة الشيخ، إلى كل نضيحة ومتردي يدعي العلم، بينما
لذلك يجب أن نفتش عن الأعلم، أعلم الموجودين، أتقاهم، أعلمهم، أورعهم. السندة عندما صارت فوضى في مسألة الفتوى عندهم في عصر من العصور أغلقوا باب الاشتراك، قالوا بعد هو هذا كافي، هاي المذاهب أربعة وبعد ماكو اشتراك. أو صارت هيتل، أي واحد قام يفتح ذاك العصر. رأوا أن الحل هو غلق باب الاشتراك، إحدى الأمور التي طبعا هذه إحدى العوامل وسط سلطان الوقت هو هذا وصلت المسألة الأنزل أي ما عدم يفتي وفق رأيه وفق مدرسته بينما مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا فتحوا باب الاجتهاد على مصطلح لكن وضعوا الاجتهاد والفتوى ضوابط فهنا وضعوا ضوابط لا بد أن نتقيد بهذه الضوابط الشرعية للفتوى وحسب الضوء والهواء ما يستحسنه المجتهد الشقي لا هذه الضوابط للفتوى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنا أحاول أن أسرد هذه الضوابط بشكل سريع وفق ما استفيده من كلمات مشهور بين فقهاءنا خلينا نعبر عن مو مسألة إجماعية لأنه أكو خلافات في هذه الضوابط ولكن المشهور الذي يمشي عليه فقهاءنا أعلى الله كلمتهم هي هذه الضوابط لمسألة الفتوى طبعا هناك ضوابط للمرجعية لأنها تختلف عن ضوابط الفتوى أنا عندما أريد أن اختار مرجعا لنفسي ارجع اليه في الاحكام الشرعيه اكو ضوابط اخرى اضافه الى هذه الضوابط لكن لا انا اريد ان اتصدى لمنصب الفتوى واعطي حكم شرعي انسبه الى الشرع المقدس سواء ما حد يريد يقلدني او يقلدني يخص عليه قضيه المقلد جمعت هنا عشرة نقاط تلك عشرة كاملة إن شاء الله لأنني نقدر نسميها ضوابط الفتوى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام طبعا الوقت قد ما عندنا شيء إلا صلاة المغرب خير ثمانية ونص يعني أحاول أختصر واحد لابد من اعتماد البيان الشرعي في الفتوى المتمثل بالكتاب والسنة الشريفة وهما المصدران الأساسيان للفتوى ولمعرفة الحكم الشرعي يعني إحنا عندنا مدرسة أهل البيت التأكيد على أنه كل حاجات كل ما يحتاجه الإنسان موجود في الكتاب والسنة أكو باب في أصول الكافي ما من باب وما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة الشيء يحتاجه الإنسان ليعرف الحكم الشرعي شنو حتما أكو موجود إما في ضمن القواعد الكلية أو في أو توجد مثلا رواية نص شرعي في خصوص تلك المسألة أو لا قواعد كلية تنطبق على تلك المسألة ما من شيء إلا وهي كتاب أو سنة باب عقل رضوان الله عليه في الكافي روايات عن أئمة أهل البيت تنص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء في إحدى هذه الروايات ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه إذن كل ما نحتاجه موجود في الكتاب والسنة
المصدران الأساسيان للفقه وللفتوى في الحكم الشرعي هما الكتاب والسنة، اعتماد البيان الشرعي المتمثل بالكتاب والسنة الشريفين. هذا هو المعلم الأول أو الضابط الأول لمدرسة أهل البيت في مسألة الفتوى. في كل ساحات الحياة وأنواع سلوكه العام الخاص البيت العائلة الميت العبادات معاملات هذا كلها يمكن أن يرجع فيها يستنبط من الكتاب والسنة. زين. اثنين، نجي نأتي إلى الكتاب. الكتاب الكريم المعلم الثاني هو أن الكتاب هو المصدر الأول من هذين المصدرين. الكتاب هو المصدر الأول لاستنباط الحكم الشرعي، وظواهر الكتاب حجة، يمكن استفادة الحكم الشرعي والفتوى على أساس ظواهر الكتاب الكريم القرآن، لكن بشرطين. طبعا أقول الكتاب مصدر، لابد أن ألاحظ هذا الشرط. الشرط الأول أن يكون فهمنا وفق معرفة أساليب الدلالة والظهور والضوابط لاستظهار المعنى من الكتاب. هذا ما عادة في كتب الأصول، الأصول الفقه يقال عنه مباحث الألفاظ، يدرس فيه في ضمن مباحث الألفاظ الضوابط لاستنطاق النص الشرعي وفهم الحكم من النص الشرعي. لابد أن نتبع هذه الضوابط، ضوابط الدلالة، دلالات مثلا الشرط، الجملة الشرطية هل لها مفهوم؟ هل تدل على المفهوم ولا لا؟ القضية الشرطية موجودة لهم. إن جاء فاسق مثلا مثلا فتبين. أو الوصف هل يدل على المفهوم ولا لا؟ الضوابط القضائية موضوع متبني. اللغة العربية الدارجة في القرآن كتاب عربي. لابد أن أعرف أساليب الكلام وأساليب الظهور والدلالة بعد ذلك أفهم من القرآن ما أفهم، وأنه أفهم كيف بمزاجي أريد أفسر القرآن وأفسره وفق رأيي وفق الضوابط اللغة العربية أعرفها وفق هذه الضوابط أفهم النص الشرعي. لابد إذن أن أعرف أساليب الدلالات وأساليب الظهور وضوابط الدلالة، دلالة الكلام على المعنى المراد. ثانيا أن أعرف، إذا أريد أستفيد من القرآن لابد أن أعرف الخاص والعام والناسخ المنسوخ المحكم المتشابه الحاكم الوارد النصوص، لابد أن أقارن فيما بينها وأعرف هذه التفاصيل حتى أقدر أستخلص الحكم الشرعي. وهذا ما يوضحه السنة، الروايات في الحقيقة شرح للقرآن، توضيح للقرآن، يجب علي أن أكون مشرفاً على الأحاديث وعلى السنة حتى أفهم القرآن، مو أفهم القرآن مع بغض النظر عن السنة الشريفة. إنما يعرف الكتاب من خطب به. استنباط الحكم الشرعي من الكتاب مع بغض النظر عن السنة هذا خلاف الضوابط الموجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فدائما كنت أشوف أن هذا النص القرآني هل
هناك توضيح شرح تقييد تخصيص بالنسبة إليها أقول دليل حاكم وارد ناظر إلى هذه الآية القرآنية تشرح بعدين ألتزم بهذا الظهور القرآني ما أقدر ألتزم مثلا بالعموم القرآني أقول هذا هو القرآن هكذا يدل مع غض النظر عن شرحه وتفصيله وتفسيره الوارد من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذين الشرطين اولا معرفه اساليب الكلام والدلاله ضوابط اللغه وثانيا ملاحظه العام والخاص التخصيص التقييد محكم متشابه ناسخ منسوخ هذه الامور اكون الاحظها بعدين اقدر ان استنبط الحكم الإشراف على كل هذه الأمور أنت لست من النص الشرعي من القرآن هذا بالنسبة إلى القرآن هذا المعلم الثاني الثالث نأتي إلى السنة السنة الشريفة ذكر فقهاؤنا المقصود بالسنة فعل القول المعصوم فعل المعصوم وتقرير المعصوم إذن السنة لا تكون حجة إلا إذا كانت سنة المعصوم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر نتيجة لذلك يأتي المعلم الرابع وهو إذن لا اعتبار بقول الصحابي بسنة الصحابي بسنة التابعين إذا الصحابي يروي سنة رسول الله وكان ثقة نقبل منه وإلا سنة الصحابي كان الصحابي كذا كان يعمل كذا خب لعله اجتهد هذا اجتهاده الشخصي هو رواية إذن سنة الصحابي ليست حجة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام سنة التابعين ليست حجة في مدرسة أهل البيت مضابط شرعي واحد يعتمد على سنة هؤلاء ويفتي هذا المعلم الرابع الخامس بشكل سريع زين سنة المعصوم سنة المعصوم يجب أن تثبت عندي ثبوت شرعي يثبت أن هذه هي سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم يجب أن تثبت بطرق شرعية إما بالقطع التواتر دليل متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل كذا أو قال كذا السنة الثابتة بالقطع واليقين أو يثبت بطريقة تعبدية شرعيا ثابتة بالقطع واليقين هذا الطريق طريق معترف به عند الشرع يعني يجب أن يكون الدليل أو السنة التي تثبت الطريق الذي نثبت به السنة إما قطعيا أو إما علما أو علميا مستعد إلى طريق تعبدي لكنه مستند الى العلم مثلا خبر الثقه او الخبر الموثوق يثبت سنه المعصوم قول المعصوم وفعله وتقييده بخبر الثقه هذا محل خلاف بين القائلين خبر الثقه او الخبر الموثوق به هما ابنيان يكفي أن يكون الخبر موثوقا به وإن لم يكن الراوي ثقة أو لا لابد أن يكون الراوي ثقة فلم يكن الراوي ثقة حتى إذا وثقنا بالخبر لا اعتبار بذلك مبني على أي حال فلابد أن يثبت عندي سنة المعصوم حتى أتمكن أن أستنبط الحكم منه وأفتي ثبوتا شرعيا اما قطعيا واما تعبديا شرعيا. التعبدي الشرعي بعض الفقهاء يشترط ان يكون لا بالاضافه الى الوثاق ان يكون الراوي عادلا ايضا. مرحوم شهيد الشهيد الثاني رضوان الله عليه يعتمد على مجرد الوثاق المقدس الاردني اللي على الله مقامه.
تلاميذه هنا مثل صاحب المعالم صاحب المدارك واللي يشتغلون بين الشرعي حتى اكثر. يقولون عمل قول المعصوم لا يثبت الا ببين شرعي، يعني نفران عادلان شيعيان يشهدان بان المعصوم قالك ولا حتى خبر الواحد لم يقتلوني. على اي حال هاي مباني مختلفه. هسه انا اتكلم عن المشهور، المشهور بين فقهائنا انه يكتفون بخبر الثقه، حجيه خبر الثقه ولو كان واحدا ولو لم يكن اماميا حتى. الشيخ الطوسي على الله مقامه اجمعت العصابه، اجمعت العصابه يعني الشيعه مجمعين على هذا، علماء الشيعه على ان ياخذوا بروايات الثقات حتى من غير مذهب اهل البيت. رووا عن روايات الائمه المعصومين ولو كانوا الرواد من قبيل غياث بن كلوب وطلحه بن زيد وحفص بن غياث واسماعيل بن زياد السكوني وامثال ذولا، هذول تلاميذ الامام الصادق سلام الله عليه يرمون رواياته ولكنهم كانوا من غير مذهب الامام، مو على طريقه اهل البيت، لكن كانوا ثقات صادقين كلامهم يعني ما يمكن لم يرتكبوا لم يباشروا كذا. والظلام رواياتهم حجه وتثبت بها روايه المعصوم سنه المعصوم سلام الله عليه. على اي حال بس هذا مبنى من المباني. المهم ان سنه المعصوم مصدر وضابط منشأ للفتوى بشرط ان يثبت ثبوتا شرعيا اما بالقطع واليقين او بالطرق الشرعيه مثل خبر الثقه وافراد الاحكام. هاي خمسه. الكتاب والسنه، بعدين ناتي الى مدركات العقل. العقل هل يكون مصدرا من مصادر التشريع والفتوى ام لا؟ هاي المعركه لكن المشهور بين فقهاء الإمامية أنه نعم العقل مصدر بشرط أن يكون عقلا دليلا عقليا قطعيا مو ظن مو حدث قاطع. فكان الدليل العقلي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي نعم يمكن. طبعا القاطع بملاكات الاحكام الشرعيه عاده ما تحصل، ما يحصل القاطع. ما يدري الملاكات الواقعيه شنو المصالح الواقعيه اللي تؤثر في مصير الانسان في المستقبل في الاخره الجنه والنار ذنب الاجابه. الان مثلا هواي نتعب نقدر لعله نميز مصالحنا الانيه في هذه الدنيا، لكن على الخط الطويل شنو مصالحنا؟ شيء اثر بمصيرنا شنو في شنو لا؟ ما نقدر ما في طريقه. العقل ليس له طريق لمعرفة الملاكات، ملاكات الأحكام. نعم، العقل يقدر يصل إلى المناسبات والعلاقات الموجودة بين الأحكام، مثلا إذا أمر الشارع بشيء وأوجب علي شيئا، بعد ما يقدر يحرم ذلك الشيء، الواجب ما ينسجم ويا العقل، يكون اكو تضاد بين الأحكام، هذا يعرفه العقل 100%. إذا صار فد شيء حرام بعد الشارع ما يمر بالحرام. يجي يقول لا يجب عليك هذا، يقول أنت قلت لي أنه حرام، إذا حرام يعني كن أتجنب منه، شلون تمر لي؟ لذلك اجتماع الأمر والنهي يقولون ما يجوز. ما يمكن اجتماع الأمر والنهي. هاي العلاقة بين حكمين شرعيين أقدر أفهمها بالعقل القطعي، أو مقدمة الواجب واجب. إذا أمرني بشيء يعني أمرني بمقدماتي. ليس يمر بشيء وينهاني على المقدمات او لا يجب عليه المقدمات. لا يمكن. مقدمه الواجب واجب مثلا. الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده اليوم ذاك على الاقل الضد معنى النقيض. وهكذا والنهي يدل على الفساد. هاي العلاقات الموجوده بين الاحكام الشرعيه يمكن العقل ان يصل اليها بشكل قطعي. امرني انه في الساعه الفلانيه مثلا احضر في المكان الفلاني او امرني بالوضوء مثلا.
توضأ أوجب علي الوضوء. شلون أتوضأ؟ أحصل ماء، بلا ماء ما أقدر أتوضأ، فالتحصيل الماء مقدمة للوضوء. ما يقدر ينهاني على الماء حينئذ، يقول له هاي المقدمة لا تروح يعني. مع ذلك أتوضأ، شلون أتوضأ؟ يوجب علي المقدمة، أيضا تجب علي، سمى وجوب شرعي أو وجوب عقلي. فللعقل أن يصل إلى علاقات الأحكام بعضها مع بعض بالأدلة القطعية، أما ملاكات الأحكام الواقعية لا، ليس للعقل هندسة إليها. فإذا أدرك العقل بشكل قطعي الحكم الشرعي أو الدليل على الحكم الشرعي بشكل قطعي، إذن هذا مصدر من مصادر الفتوى سيكون، وإلا فلا. نتيجة هذا المعلم أو هذا العلاج أنه إذن يأتي المعلم السابع، إذن لا قيمة للظن في الظن الغير المعتبر أو الحدس وأثر ذلك في معرفة الأحكام الشرعية. هذا ضابط آخر، لا قيمة للرأي والاجتهادات القائمة على أساس القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفتح الذرائع، هذا اللي موجود عند المذاهب الأخرى، هذا موجود في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هي كلها طرق ظنية، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بعض الأصحاب كانوا يتورطون في هذا الطرق اللي يسلكها بعض المكان، يسلكها بعض المذاهب. الإمام سلام الله عليه يقف أول من قاس إبليس، يقول له تأخذوني بالقياس عند السنة، إذا قيست محق الدين يا ربان تأخذوني بالقياس. هذا ينهي الدين إذا القياس أو الاستحسانات وأمثل هذه الأمور. الآن أكثر هذه الفتاوى اللي تصدر منهم، دول الهمج اللي الآن يتلاعبون بالدين وباسم الدين، كل من هذا القبيل يقتل يذبح باسم الدين المخزي، يذبح إنسان مؤمن بريء ومكتوب على سيفه الله أكبر أو بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا قيمة للرأي والاجتهادات القائمة على أساس هذه الظنون في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الثامن، الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي في فقه أهل البيت في مدرسة أهل البيت له مرحلتان. في المرحلة الأولى الفقيه الشيعي الاثنى عشري الجعفري يحاول أن يكشف عن الحكم الشرعي، يصل إلى الحكم الشرعي بجهده استفراغ الوسط كما ورد في تعبيراتهم في الكتاب والسنة، لكي يصل إلى الحكم الشرعي الواقع. من خلال الكتاب، من خلال السنة يكشف الواقع، لكن قد يصل إلى أبواب مسدودة ومغلقة، ما يقدر يكشف الحكم الشرعي. يمكن أن يصل الفقيه إلى مرحلة يشوف ما هو أي طريق لكي يكشف الحكم على الحكم الشرعي، لا عموم قرآني، لا نص في السنة، لا دليل عقلي قطعي، كل شيء ما عنده، ما يقدر يكشف الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي عنده مجهولا، حينئذ ينتقل إلى المرحلة الثانية. زين، ما هي وظيفتي العملية تجاه طرد الحكم الشرعي المجهول؟ يعترف أنه أنا جاهل بالحكم الشرعي، ما وصلت، لكن كيف أتعامل مع جهلي هذا؟
يسمى في مصطلح الفقه مرحلة الأصول العملية. سميه الأصول العملية. الأصول العملية ما تكشف عن حكم الشرع إلا استصحاب البراءة، صلاة البراءة، صلاة الاحتياط، لأن تخيير حتى هذا ما يكشف عن الحكم الشرعي. ما أدري هو يصرع يقول ما أدري شنو الحكم الشرعي، ما افتهمت زين. الآن ما افتهمت الحكم الشرعي، وظيفتي العملية ماذا؟ أبدأ أتحير؟ لا، الشرع ما يفتح على طريق للجاهل. مثلا في موارد البراءة يقول رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، هو يصرع يقول لا يعلمون، هذا ما تعلم، ما تعرف شنو الحكم الشرعي، رغم انك لا تعرف وما كشفت عن الحكم الشرعي. خب من ناحيه عمليه ابن على انه كانه لا يوجد هكذا حكم شرعي، انت حر. هاي صلاه البراءه يصلي طبعا الا ضوابط استعمال صلاه البراءه. صلاه البراءه ما يعطيني حكم شرعي، او كل شيء لك حلال حلال حتى تعرف انه حرام بعينه. يعني انت بتعرف الان إلى أن تعرف ابني على أنه حلال. الحكم الشرعي الواقعي شنو مات؟ يقول ما دام بتدري ابني على أنه حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه قذر. يعني هذا الوقت اللي أنت ما تعرف، ما فهمت الحكم الشرعي شنو. كثيرا ما فقهاؤنا عندما تنسد عليهم ابواب معرفه الحكم الشرعي الواقعي شنو ينتقلون الى هذه المرحله الثانيه. لذلك المرحوم الاخوند الخراساني في الكفايه، في مقدمه الكفايه، اول الكفايه يقول تعريف العلم الاصول، العلم القواعد المدونه والمقرره لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهي إليها في محل في مرحلة العمل، التي ينتهي إليها العمل عند فقد الحكم الشرعي والجهل بالحكم الشرعي. يقول أو اثنين هذه الأصول يتكلم عن هذه الضوابط على مرحلتين، يعني مستويين من الضوابط. فضوابط الفتوى او الفتوى نقدر نقول انه في الفقه الشرعي. طبعا هذا اول ما التفت اليه حسب ما يقول الشيخ الانصاري رحمه الله عليه في كتاب الرسائل، يقول اول من التفت الى هذه النقطه هو المرحوم الوحيد البهباني عبد الله مطامع العظيم، الفقيه والاصولي العظيم اللي تكلم قبل اسبوعين كان هناك مؤتمر في كربلاء المقدسه عند مقبره المقدس في الحرم الشريف، في الوحيد البيضاني. قسم الأدلة إلى قسمين، أدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية كان يسميها. مقصود الأدلة الفقاهتية هي هاي الأصول العملية اللي يرجع إليها المجتهد عند فقد النص الشرعي، فقد الحكم الشرعي أو الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي، ما يبقى متحير، يروح إلى هذه الضوابط التي وضعت من قبل الشريعة عند الجهل بالحكم الشرعي. هذا أيضا معلم من معالم المدرسة الفقهية لأهل البيت عليهم السلام، والمعلم التاسع مسألة أنه أحيانا تصير هناك تعارض وتضارب بين الأدلة، حديث مع حديث، رواية مع رواية، قاعدة مع قاعدة، شلون شو نسوي؟ ما يتحير يعني الفقيه الفاضحة الفقيه اللي صدق فقيه هو الذي يقدر يحل هذه المشاكل اللي يبتلي بها الفقيه كثيرا ماضي في ممارسة عملية الاستنباط. مثلا في اوقات صلاة الظهر روايات متضاربة عجيبة انه شنو وقت صلاة الظهر، يعني بعضها تقول عند الزوال
بعضها تقول بعد تعين صلاة الظهر ذراع، عندما يصير ظل الشاخص يصير ظل ذراع سبع الشاخص، يعني الشاخص يعتبر سبعة أذرع، هذا ذراع. بعض الروايات يقول قامة، يقول ذراعين، قدم، قدمين، روايات متضاربة كلها صحيحة. يمكن وقت الظهر شلون نحل هذه المشكلة؟ لما يصير تضارب في روايات متعلقة بمسألة، أصلاً أقل الصلاة لدلوك الشمس، شو معنى دلوك؟ كلمات اللغويين مضطربة، شو معنى دلوك؟ دلوك الشمس، غسق الليل، غسق شنو؟ أول الليل يسمى الغسق، نصف الليل وغسق، تفاصيل مختلفة في اللغة، في الحياة الفقهية، والوقت صلاة المغرب مثلاً لا ينتهي. هذا التضارب اللي احيانا يواجهه الفقيه في كثير من المسائل الشرعيه، اولا يحاول ان يجمع بين هذه النصوص وفق الضوابط التي موجوده في اللغه في الاصول، بعضها مثلا مجمل بعضها مبين، يحمل المجمل على المبين، اذا عام خاص يخصص، تقييد يقيد، إذا حاكم مثلا الدليل أحدهما حاكم على الآخر، وشنو النسبة بين هذا؟ يشوف شنو النسبة ويجمع، يحاول أن يجمع بين الروايات، طبعا بالجمع العرفي مو الجمع التبرعي، ضوابط الجمع العرفي هم مبحوثة في علم الأصول بشكل مبسط. وإذا ما يمكن الجمع استقر التعارض، حينئذ نرجع إلى المرجحات. مرجحات مو كيف نرجح رواية على رواية، لا، مرجحات بينها الأئمة المعصومين سلام الله عليهم وفقا الضوابط. خذ بما وافق القرآن ودع ما خالف القرآن مثلا، أو خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إذا قلنا أن هذه الرواية بعضهم تكون صحيحة ويعتمد عليها، أو في بعض الأحيان خذ ما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم باعتبار أنه ظروف تقية كانت مثلا، فلعل ذاك تلك الرواية الموافقة للرأي العامة صدرت تقية، فيقول رجح هذه الرواية المخالفة لهم إذا صار تعارض بين الروايات، أو خذ بما وافق القرآن فإنا لا نقول خلاف قول ربنا. لا خير، اطرحوا عرض الجدار، ذاك المخالف للقرآن يقول اطرحوا عرض الجدار فإنه زخرف. على أي حال هناك تعارض قد يحصل بين النصوص الشرعية في مدلولها، فلا بد أولا أن يحاول الفقيه أن يجمع بين هذه النصوص المتعارضة جمعا عرفيا وفق ضوابط العرف، وإذا ما يمكن أن يجمع حينئذ يرجع وفق الضوابط المقررة للترجيح، ترجيح بعض الروايات على الآخر الرواية الأخرى. هذا أيضا المعنى من خلصت أصدقاء عاشرة المعنى بالعاشر والأخير هو أنه مولانا إذا وفق هذه الضوابط وصل الفقيه إلى مرحلة الفتوى وأفتى بشيء، مع ذلك قد يقول أنه يعتذر ويقول هذه الفتوى حجة، لو عملت بها فأنا معذور، لكنه هل هو حكم الله أم لا؟ هل مطابق مع الحكم الواقعي أم لا؟ يقول ما أدري. الفقيه يصل إلى ما هو حجة عليه، لكن قد تكون هذه الحجة غير مطابقة مع الحكم الواقعي. نحن مخطئة، لسنا مصوّرة،
مقابل ذلك اللي يقولون كلما وصل إلى الفقيد فهو حق وواقع وصائب ومطابق مع الواقع مع حكم الله. إحنا نقول لا، حكم الله موجود عند الله وعند المعصومين سلام الله عليهم، عند رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفقيه لم يصل، لم يوحى إليه، ليس وحي يوحى. نعم يحاول أن يصل إلى ما أوحي إلى رسول الله، قد يصل وقد لا يصل. ولذلك الاختلافات تصير بين الفقهاء في الفتوى، ما يصير كل هذه الفتوى. صلاة الجمعة لو واجبة لو مو واجبة، شلون بعضهم يقول واجبة مثلا في سنة غير بعضهم يقول مو واجبة؟ أحد إحداهم غير الفتوين، أتينا الفتوين إحداهما مطالب بالواقع، الثاني مو مطالب بالواقع، يا هو منهم مطالب يا هو مطالب منهم. إذا أحدهما مخطئ والثاني صائب، هما ميلون يا هو القارئ يا هو التمال يا هو المرد ميلون. الشيخ ابن حسين الصغير يقول شفت في خدمة السيد الخوي كان يتكلم فارسي، واحد وياه أحد العلماء كان جاي من إيران تحدث بهالشيء، ذات العالم السيد الخوي قام يضحك، أنا هم ضحكت، قال لي ها بتعرف فارسي؟ قلت له إيه أعرف، أعرف كلمتين بيا وبرو، لكن ما أدري يا هو التمر يا هو الفرق ما أدري، يعرف البيا والبرو. هذا كاتب المذكرات. على أي حال نحن نبني على مبنى تخطئ التصويب مرة عندنا عند مدرسة فقهاء أهل البيت بخلاف المدارس الأخرى، كأن الله تبارك وتعالى قاعد ينتظر أن هذا الفقيه شنو يفتي بأسا يكتب الحكم وفق ما أفتى به الفقيه. هذا الدرعي الفقيه عنده كله صائب دائما مصيب. طبعا بعض فقهاء أهل البيت تصويب الأشعري هو يؤمن بالتصويت. فقيه آخر أفتى بشكل آخر، أم الله تعالى يحكم وفق ما يرتئي الفقيه. لذلك دائما الأحكام تكون مصيبة، لا إحنا موش والله تبارك وتعالى يتبع الفقيه، لا الفقيه يدور على حكم الله، فقد يصيب وقد يخطئ. هذا أيضا معنى العاشر من معالم ذبح أهل البيت عليهم السلام وعليه وبيته بألي يومه وبيته بألي طبعت بالفتح السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. شكرا شكرا لسماحة الشيخ الواعظ على هذه الإفادة الحقيقة و إعادة أذهاننا حقيقة إلى درس الحوزة، حقيقة تلك الأجواء وتلك الدروس المفيدة.